يصعد. انا معايا على التليفون الاستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، نبارك له بكل تأكيد يا استاذ جمال. اهلا وسهلا بحضرتك وبارك لك يا فندم. اهلا وسهلا فيك يا ابراهيم، وتحياتي ليك والف مبروك ليك والف مبروك لجماهير مصر كلها وشعب مصر كله. الحمد لله اللي كنا بنفكر فيه واللي كنا بنعده لمنتخب مصر الحمد لله بارك على مفهوم النهارده، وقال الحقيقه مباريات نيجيريا الحمد لله، مباريات نيجيريا المباراتين انت كنت 4-0 الحمد لله. اعدادنا جيل كويس، الجيل الحمد لله يعني يخليك مستريح كام سنه شويه لقدام، ان انت كان عندك جيل عظمه في لحظه واحده بس كله اعتزل. فكان في جاب كبير جدا بين المنتخب الاول وبين اي حد وراه، لكن استحملنا النقد في الفتره اللي فاتت، استحملنا كل اللي اتقال في الاتحاد على الاتحاد في الفتره اللي فاتت، لكن الحمد لله دي جيل بتاع المنتخب واضح قدامك بعد ما انتظار كمان مسابقه الدوري العام بشكلها القوي اللي جاي فيه، عندك جيل كويس وعندك كمان اجيال وراها متتابعه دلوقتي، عندك جيل ان شاء الله اللي طالع لك كمان جيل 97 وجيل 2000 وجيل 99، فكل الكلام ده بنعمله بنهدف من احتكاك للمنتخبات الناشئين عشان اللي انت شفته النهارده في المنتخب عشان يبقى فيه اجيال متعاقبه ورا بعض بتدعم منتخب مصر في الاول. اللي احنا جينا ما جيناش غير مجموعه لعيبه من المنتخب الاول قربت تنتهي وما عندناش غير منتخب واحد اللي هو كان منتخب الكابتن ربيع ياسين فقط في الاتحاد الكوره، اللي احنا وما كانش كمان في نشاط ولا في كوره ولا في اي حاجه، لكن تحملنا النقد، تحملنا ان احنا قالوا علينا 98 و95 اخفقنا فيهم رغم ان هم اخفقوا في اخر مباراه بفرق اهداف، لكن الحمد لله انت الاجيال دلوقتي بقت متعاقبه وفي عندك اجيال السنين اللي جايه هتشوف منتخب مصر ان شاء الله كويس جدا، يبقى احنا عملنا حاجه وحطينا بصمه كويسه للمنتخب والحمد لله. ده الهدف الاساسي بتاع الاتحاد الكوره. استاذ جمال، هل بتشوف ان انتوا سيئين الحظ الفترة اللي فاتت دي كلها بتشتغلوا ولا توفقوا، ويوم ما ربنا ما يكرم ويوم ما ربنا ما يوفق ومنتخبنا الوطني يصعد الى كاس الامم الافريقية يبقى الشغل والجيل والاعداد وكل القصة ديت هيجي ياخدها مجلس ادارة تاني، وانتوا دلوقتي صادر ضدكم حكم محكمة بحل مجلس الادارة؟ والله دي اولا دي سنة الحياة، الاجيال المفروض تشتغل ورا بعض من غير ما حد يتكلم على اي حد. انا فكرت النهارده في حد كان كمان يعني بالعكس، احنا النهارده انجاز ده اللعيبه اللي موجوده دي نسبوها كمان للمجلس السابق، يعني قال لك الانجاز ده يحسب للمجلس السابق، انا ما اعرفش يحسب ازاي للمجلس السابق. ده فتره، ده بصراحه دي فتره من الموجودين حاليا، لا من المجلس السابق، لا دي واحده فتره دي بصراحه. اه والله دي حته فتره بصراحه جدا. هو الهدف منه ان الاتحاد ده ما عملش حاجه خالص، الاتحاد ده الناس ما اشتغلتش، في حين احنا اشتغلنا على 10 محاور وال 10 محاور اشتغلنا فيها صح وعملناها والحمد لله. اخر حاجه بقى لنا كمان لائحه النظام الاساسي اللي احنا جينا لقينا متلخبطه وكلها عوار، كنا بنعدلها هنعدلها في الجمعيه العموميه اللي جايه. طبعا يعني احنا اشتغلنا الحمد لله، بس احنا ما عندناش وسيله اعلاميه، ما عنديش اعلام ان انا ممكن يظهر الكلام ده كله، لكن في لحظات بعد كده هيبقى الواحد قاعد فاضي مرتاح كده واخد ابوه مهدئ اكتر ويبتدي يشرح كل اللي حصل في الاتحاد الكوره في الفتره اللي فاتت. طب لما لكن الفرحه الكبيره النهارده زي ما انت قلت، النهارده الجماهير اللي كانت موجوده في الملعب شكلها حلو قوي، عائلات دخلت شباب جايه من جميع طوائف المنتخب سواء اهلي او زمالك او اسماعيلي او المحله، يعني النهارده حتى لما كنا طالعين كان في مجموعه من المحله بيتكلموا على النادي المحله كلهم، يعني المجموعه دي كلها اتولدت ازاي؟ في مجموعه رابطه مصر ناس محترمه جدا اللي كانوا معانا برضو امبارح واول امبارح بيشجعوا منتخبهم، اهم حاجه عندهم المنتخب هي الحمد لله ان توليفه دي، والحمد لله كمان الولاد كانوا رجاله النهارده وروحوهم برضه فرحانين وفرحوا شعبهم الحمد لله. استاذ جمال، عايز اسال حضرتك سؤال فيما يتعلق باستمراركم بقى من عدمه في مجلس اداره الاتحاد، متى ستعلنوا عن استقالتكم من مجلس الاداره؟ وانا اعلم تماما ان حضرتك لديك الرغبه في عدم وصول الامر الى الفيفا، رغبه منك انه الموضوع ما يبقاش فيه اي نوع من انواع تجميد النشاط الرياضي في مصر، وانت شايف انه انت بتعلي المصلحه بتاعه البلد على اي حاجه ليها علاقه باستمراركم من عدم. بص يا كابتن ابراهيم، انا عايز اقول لك حاجه، احنا بنعلي مصلحه مصر فوق كل حد وبنتكلم
بتتكلم على مصر ان احنا حريصين جدا عليها، ولكن لما تشوف كمان في ناس بتكلمك تقول لك لا خليهم يستقيلوا دلوقتي عشان نعمل اجتماع نعمل انتخابات بسرعه. هو انت النهارده كاتحاد الكوره، اتحاد الكوره عمل حاجه هي يتحاسب عليها ولا عمل حاجات كتيره للاتحاد لصالح الاتحاد؟ يعني اخرها كانت مسابقه كاس مصر، شوف انت وصل الباش اللي كان فيه 10 مليون جنيه، احنا كنا بنتكلم على مليون. تمام. الحاجه الثانيه اللي عايز اقولها لك ان مفيش عضو مجلس اداره من عندنا، يعني انا عن نفسي بتكلم عن نفسي، مفيش مره طلع فيها قرار بسفر يستحق بدل السفر بتاعي وانا صرفت بدل السفر في اتحاد الكوره، يعني انا لا باخد بدل سفر ولا اي حاجه. استاذ جمال ما في اثنين. طبعا احنا بنحترم القضاء، بنحترم كل درجات القضاء وكل القضاء ناس محترمين جدا، ولكن اذا كانت هناك في حاجات خاصه باشتكالات، في حاجات خاصه طعن على حكم، في حاجات زي كده، دي بتاعت الشؤون القانونيه اللي بتاخدها. لكن اللي انا مزعلني ان في ناس بتستعجل تقول لك ان مجلس الاداره كان يقدم استقالات. هو يعني انت هاجمنا احنا في الاول ان احنا منتخباتنا مش شغاله كويس وافقنا فيها. النهارده منتخبنا خلاص صعد يعني بنسبه 95% لكاس الامم الافريقيه، وبرضه نفس الكلام ونفس النغمه، الناس دي لازم تمشي، احنا مش عارفين نعمل ايه. يعني اذا حققنا انجاز زي ما انت بتقول ونسيبه للي بعدينا يحصل، واحنا قلنا اللي بعدينا هيحصل، لكن الاستعجال ده يعني انا مش عارف ايه وجه الاستعجال وايه الهدف. انتوا كنتوا ناويين، بس لما يا استاذ جمال، ومع ذلك استاذ جمال حضرتك سامعني؟ انا اول يعني عايز اقول لك يا كابتن ابراهيم، يمكن انا من بعد ما شفت الامرين في اتحاد الكوره في الفتره اللي فاتت، وبعد المعاناه اللي عانيناها عشان خاطر مسابقات الدوري، وبعد المعاناه اللي عانيناها عشان يطلع منتخب كويس جدا، كنت في كل لحظه اقول ان انا عايز استقيل وامشي، لان كانت الامور صعبه جدا. ايوه. النهارده باقي خلاص زي ما انت بتقول، خلاص اخر فتره خلاص في اتحاد الكوره. ما تستنوا بقى، خلي الناس تكمل فرحتها بس في الماتش اللي جاي بالنسبه لهم. انا لكن بالنسبه لي انا ممكن من بكره اقدم استقاله، ما عنديش مشكله. اذا مجلس اداره، ارجو ان حضرتك تسمعني يا استاذ جمال من فضلك، اذا مجلس اداره الاتحاد، استاذ جمال حضرتك سامعني؟ استاذ جمال مش فاهم، يعني حكم المحكمه، ماشي حكم المحكمه، فرحانين في النادي الاهلي لازم الاهلي يتحل. استاذ جمال الاتحاد لازم يتحل، يعني ايه المشكله؟ استاذ جمال حضرتك سامعني كده يا فندم؟ نعم حضرتك سامعني؟ قول يا انا بقالي كتير قوي بحاول اقطع حضرتك بس حضرتك مش سامعني. لا والله ما سامع، على اساس راجع من اسكندريه. عندي بس حاجه بسيطه، تاكيد بسيط على كلام حضرتك. اذا الاتحاد المصري لكره القدم لن يتقدم باستقالته، والاتجاه اللي كان موجود لتقديم الاستقاله دلوقتي اصبح غير موجود. انتوا عندكم رغبه ان انتوا تكملوا لحد اخر المده بتاعتكم، حاسين ان انتوا عملتوا انجاز بصعود منتخب مصر لكاس الامم الافريقيه، وبالتالي انتوا مكملين في مهمتكم وبتحترموا احكام القضاء وكل حاجه، ولكنكم مكملين كمجلس اداره الاتحاد كده، مظبوط يا فندم؟ والله يا كابتن ابراهيم ده هو الكلام الصح اللي المفروض يتقال، يعني سيب الناس تشتغل زي ما هي اشتغلت. النهارده يعني حصل انجاز، وفي نفس الوقت بنتكلم النهارده عن استقالات الناس، يعني طب حتى سيبهم يفرحوا اعضاء مجلس الاداره اللي موجودين، يفرحوا بالانجاز اللي اتعمل. لكن انا بقول لحضرتك ما عندناش المجلس الاداره كله، ما عنديش مشكله ان هو يمشي، بس يكون اساسا هو السبب في اي مشكله اتعملت. كل تمنياتنا ليكم بالتوفيق، وبشكرك شكرا جزيلا والف مبروك فوز منتخبنا الوطني النهارده. استاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكره القدم، خليني اقول لحضراتكم انه كان في اتجاه وكان في نيه تقريبا، كانوا متفقين على الموضوع ده، ولكن بعد الفوز النهارده الناس حست شويه ان هم يعني من حقهم ان هم يكملوا، هيكملوا او مش هيكملوا، المده كلها اصبحت بسيطه للغايه، بنتكلم في 3-4 شهور، ما هياش دي الازمه الحقيقيه. او اذا كنا بنتكلم على يعني مشاكل في الكوره، فاحنا المشاكل بتاعتنا ان هي دايما بتروح للمحاكم وبتروح للقضاء، هي دي المشكله الرئيسيه اللي احنا دايما بنقف عندها ودايما بنتكلم عنها.